brain. من التالي؟ هيا، هل تودون إخباري أنه لا يريد أحد منكم مبارزة ودية؟ أنتم لستم خائفين من هذا، صحيح؟ إنها سلاجز. كلا، ليست مجرد سلاجز، بل غيلان. حسناً، لقد أتى شين الجديد لينقذ اليوم. كنت أتساءل متى ستظهر. الغيلان غير مرحب بها هنا، وأنت أيضاً. أربعة ضد واحد؟ ليس قتالاً عادلاً. ولكنك كسرت القواعد حين تحالفت مع بلاك. إذن علينا أن نجعل ميدان اللعبة مستوياً، ثم سأقضي عليكم أنتم الأربعة. هذه فرصتك الأخيرة، هل ستذهب بهدوء أم تريد إحداث جلبة؟ حقا؟ أعطيه فرصة، ما زال يحاول فهم مسألة البطولة. أنت تخاطر، حاول ألا تكسرها. تراجع بسيط، ليس مهما. أرأيت معزز سلاحه؟ يطلق عليها الغيلان، كيف سنقاومها؟ أجل صديقي، إنه أقوى ما واجهناه من قبل، ولم ينتهي ذلك جيدا، تذكر؟ إن كنت تحاول إقناعي بعدم القتال فهذا لا ينفع، لكن اطمئن، لدي فكرة. ممكن؟ بالتأكيد. إيلاي، إنها بدائية، ستكون ضعيفة ضد الغيلان، ولهذا السبب تحديدا لن يتوقع ما سيحدث. هذا قذر جدا وغبي، كان عليك أن تعرف أنني كنت سأضربها نحوك. كانت هذه هي الفكرة. كما أرى فلديك خياران، إما أن تطلق علي وفي هذه الحالة سيطلق أصدقائي عليك، أو أن ترحل، ماذا ستختار؟ حركة ذكية، ستبقى رائحتك سيئة. الأمر استحق ذلك. تحدث عن نفسك. كنت قاذف سلاجز محترما، ماذا حدث لك؟ لقد أحسنت استغلال الفرص، وأنا لست الوحيد الذي يتحالف مع دكتور بلاك، ربما عاد واحد جديد من الشين، لكنك لن تشكل فرقا ضد دكتور بلاك وغيلانه. صحيح، ما أخبار مخبأ الشين؟ هل استقريت فيه يا فتى؟ ما الذي تلمح إليه تحديدا؟ لا شيء، لكن بينما كنت هنا أستمتع معكم، بعض من أصدقائي أعادوا تصميم الديكور لك.
اعتبر هذا هدية لترحيبي بك في المنزل من الرجل الذي أعطاني هذا. المخبأ. هذا ليس جيدا. يا أخبار جيدة، نجت منحوتتي الزجاجية. أريد الانتقام، أريد الانتقام. دكتور بلاك فعل هذا ليرسل لنا رسالة، وسنعلمه بأننا لا ننهزم بسهولة. ما هي الخطة؟ نرسل رسالة لبلاك بدورنا. أولا نستبدل الأشياء التي فقدناها. أتعلم ماذا يعني هذا؟ سنذهب إلى مارتن أند سبينكس. رائع، لا أعرف من أين أبدأ. أعرف هذا، لديهم كل شيء من الأثاث إلى تعزيزات سلاجز، ولديهم أجزاء مصنوعة خصيصا لسلاجز. كورت، أنت خبير الأدوات، هل اشتريت أشياء بدل التي تحطمت؟ بالتأكيد، سيفي بالغرض، أحضرت بدائل لما فقدت إضافة إلى بعض التعزيزات لمساعدتنا في تطوير أنفسنا. سؤال واحد، ألدينا ذهب كاف لكل هذا؟ لا ذهب، سلاكس وحسم. أرني هذا. لا، مستحيل. نحن لا نشتري مشتريات تافهة، أنت تريد شيئا قيما وعليك أن تقايضه بشيء قيم. لا، نحتاج إلى كل هذا، أنا أفضل الاحتفاظ بالسلاكس. ماذا عن بلاك؟ إنه متقدم علينا بغلانه، علينا أن نمتلك أفضل المعدات. هذه السلاكس فريقي، لقد بدأت أعرفها. أترى؟ لهذا ليس عليك أن تتصادق مع الذخيرة أبداً. أعرف ما تعنيه لك إيلاي، لكن عليك أن تقوم بالمقايضة أحياناً، كلنا نفعلها. لست سعيداً بشأن هذا. كنت سلاك رائع جولز، لكن نحتاج للمعدات. واو، موافق، الصفقة بيننا تمت. من سيأخذك من بعدي؟ سوف يعتني بك. قد أراك مجددا. لا أعتقد هذا. حافة الكابوس، علينا الحذر. اسمعوا، كنت أفكر. أكيد بشخصية الفذة. ارتكبنا خطأ. وهل أنت تشك في مهاراتي كدليل محترف؟ أنا أتحدث عن جولز، ما كان علينا مقايضته. نحن ناقشنا هذا، أتريد إيقاف بلاك؟ إذن تحتاج أفضل معدات، وللحصول على أفضل معدات عليك أن تتخلى أحياناً عن سلاج أو اثنتين. سنعود لاسترجاعه. ترى ما حكايته مع سلاجز؟ غير موجود، كنا هنا قبل ساعة. لقد تمت مقايضته، خذ هذان وارحل من هنا. لا، أريد جولز حالاً. أنا آسف، فلقد رحل. لقد حاولنا. ليس بهذه السرعة، صاحب المتجر كان يخفي شيئا وسأعرف ما هو. مؤامرة؟ رائع. تنحوا جانبا، هذا يتطلب مهارات كبيرة ولمسة رقيقة. كان يمكنني فعل ذلك. واو، إنها بالمئات، ما الذي تفعله هنا؟ ها؟ العمل لم يكن جيداً مؤخراً، لكن لا يزال لدي سلاكس ممتازة. هذه مثلاً مدربة جيداً، تماماً كما يريدها الدكتور بلاك. أعطني إياها. دكتور بلاك وراء هذا؟ وحتماً هو يريد تحويل هذه سلاكس إلى غيلان مخيفة. حقاً؟ لن يحصل على جولز أو أي من هذه السلاكس.
سنخرجك من هنا. هذا ليس لك. من قرر ذلك؟ دكتور بلاك. غريب لأنني لا أراه هنا، وبهذه المناسبة أنا لست وحدي. والآن من أنت؟ يسمونني ديابلوس ناتشو. حسناً ناتشو، هناك طريقتان لإنهاء هذا. ما الذي يحدث لي؟ أو ثلاث طرق. أنا لا أشعر بساقي. حسناً نلت منه، ماذا الآن؟ لا بأس جولز، لن أدعهم يأخذونك. كيف تتعامل مع الدكتور بلاك؟ الكثير من الأشخاص يفعلون هذا، كما أنها سلاكس لا تعرف ماذا يفعل بها على ما أظن. ولا أريد أن أعرف حتى. سنحضر جولز وباقي السلاكس أيضا، لن أدع بلاك يحولها إلى غيلان. هذا يعني أن نذهب مباشرة إلى قلعة بلاك. اتفقنا أن نرسل إليه رسالة، الآن سنسلمها باليد. إيلاي شين، أريد مقابلة الدكتور بلاك. انتظر هنا. حسنا اتبعوني. من السهل عليك قول هذا. هنا أين بلاك؟ متوعك، والآن ماذا تريد؟ بداية أريد استرجاع السلاك خاصتي. ما أطلبه منكم قليل جدا مقارنة بما أعرضه، ولاؤكم وخدماتكم مقابل أقوى سلاح راتو سلاك تيرا. أعلم أنكم رجال أفعال وليس كلاما، وكذلك أنا. اقبلوا عرضي وامتلكوا القوة وانضموا إلي. حسناً، لنحرر هذه السلاكس وننهي المهمة ونخرج من هنا. مشكلة؟ جولز ليس هنا، تأخرنا. إذن هل أردت دائماً أن تكون تابعاً أم أنك تورطت في هذا وحسب؟ حسناً، ألديك فكرة متى سيأتي بلاك؟ أعرف أنني فاجأته بقدومي، ولكن... لا أبداً، لقد توقعت مجيئك. كيف سأخبر إلهي بأمر جولز؟ أنت؟ مرحبا صديقي. وداعا. اذهبوا وحطموه. علينا أن نخرج من هنا. لن نخرج بدون السلاكس. هكذا. سلاكس الدكتور بلاك، احضروها.
هيا 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 هيا. موريس، قادر. حسنا، فلنتطرق للعمل. تعلم لما دعوتك إلى هنا، صحيح؟ دعوتني؟ إذن أعتقد أن الدعوة قد ضاعت في البريد. لكنك تلقيت رسالتي التي تركتها في النادي، لهذا أنت هنا الآن. تقريبا، أنا هنا لاستعادة الإسلاك خاصتي. حقا، هل هذا ما تبحث عنه إذن؟ جولز، فكر في الأمر. فتى مطيع انضم إلي تأخذ، وبحالة أقوى بكثير مما هو عليه الآن. لماذا هو جيد هكذا؟ هل كنت تعتقد فعلا أنك ستدخل إلى منزلي وتهزمني ببساطة؟ أجل، الآن أتمنى لو لدي بعض التعزيزات. انظرا إلى أي وجه بلاك؟ وهل يوجهه من دوني؟ أنت أردت ذلك. الأبناء يكررون أخطاء أبائهم دائما. جيد، جميعنا هنا. يمكن لأصدقائك أن يشهدوا نهايتك وسيلحقون بك. لست بمثل قوتهم، لكنني أعتمد عليك. ثقتك عالية بسلاكس خاصتك، هذه سلاك لن تفيدك. سوف ترى، علينا الخروج من هنا بيربي. أرهم قوتك. واو، جدار ناري، هذا سينفع. أثبت نفسك أيها الصغير،
الآن حان وقت الذهاب. أوافقك الرأي. التفوا لهم من الجهة الأخرى. لا دعهم، تلقى الرسالة، سيعود إلى شين إلى هنا في أي وقت قريبا. لما لا يدفعون الثمن؟ سيفعل، سيدفعون الثمن، لكن الآن لا بأس من التذكير بالذي سيحدث حين يتحداني واحد من الشين. حسنا، لم تكن كارثة بالكامل، كنتم رائعين جميعكم. بلاك مخطئ، لا شيء أهم من الإسلاك خاصتنا. إن كنا سنقوم بهذا ونمنع بلاك، سنحتاج إلى المزيد، إلى الكثير. تحتاج إلى التدريب، هناك الكثير لتتعلمه. إذن لا تنسى المعدات، إنك تعتقد أنها ليست مهمة، لكن اترك هذا الجزء لي، لن أدع بلاك ينتصر. شكرا كورد، اتفقنا. ودعونا لا ننسى كيف أن علينا أن نتحد معا لنتغلب على ما هو أصعب. مثل ماذا؟ تنظيف غرفتي بالطبع. من معي؟ ها؟ ها؟ هيا، يجب أن يساعدني أحدكم. هذا السرير لن يصبح مرتبا وحده.